ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 35% لتبلغ ما قيمته نحو 4 مليارات و330 مليون دولار. وأوضح المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن صادرات القطاع قد استحوذت على 22% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، تلاها صادرات مواد البناء والتي استحوذت على 19% من إجمالي الصادرات. وتصدرت أسواق إيطاليا وفرنسا وأسبانيا أهم الدول المستوردة للصناعات الكيماوية المصرية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والهند. أكدت وزارة البترول أن التكنولوجيات المتطورة التي ستوفرها شركة أباتشي العالمية بأسواق المصرية ستفتح آفاقاً أوسع للبحث والاستكشاف في طبقات عميقة لم تكن ممكنة من قبل. وخلال اجتماع لوزير البترول طارق الملا مع جون كريستمان رئيس شركة أباتشي العالمية، تم بحث خطط الشركة خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة كبيرة منها لتوسعة أنشطتها في مصر وزيادة الإنتاج بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية، وذلك في ضوء النتائج المتميزة لعمليات البحث السيزمية التي أظهرت إمكانات ومكامن بترولية واعدة. أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن الدولة تنفذ عدداً كبيراً من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بالمحافظة، خاصة قطاع الكهرباء. وقال شوشة خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء محمد عبد الباقي، قال إنه بتنفيذ محطتي كهرباء محولات عملاقة، من بينها محطة بالعريش ومحطة الشلاق بالشيخ زويد، لن تنقطع الكهرباء عن مدن المحافظة. نتحول إلى البورصة المصرية والتي أنهت المؤشرات الجلسة على تباين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشر EGX70 وEGX100 وسط تداولات مرتفعة. وتراجع رأس المال السوقي 1,300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 668 مليار و293 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند 10,123 نقطة متراجعا بذلك بنسبة 75% ليغلق عند مستوى 10,047 نقطة. أما مؤشر EGX70 فقد أغلق على ارتفاع بنسبة 1.8% حيث فتح عند 2,989 نقطة وأغلق عند 2,011 نقطة. نتحول إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي انخفض أو فتح على ارتفاع بنسبة 49% وفتح سعر الفتح عند 2,923 نقطة وأغلق عند 2,938 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 19.09 جنيها للشراء و 19.17 جنيها للبيع، اليورو 19.47 جنيها للشراء و 19.56 جنيها للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 23.13 جنيها للشراء و 23.24 جنيها للبيع. أما أمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.19 جنيها للشراء و 5.22 جنيها للبيع، في حين سجل الريال السعودي 5.08 جنيها للشراء و 5.10 جنيها للبيع. نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة والتي استقرت فيها أسعار الذهب العالمية لتسجل 1775 دولارا للأوقية. أما محليا فقد سجل الذهب بعيار 18,917 جنيها، عيار 21 سجل 1070 جنيها، عيار 24 سجل 1223 جنيها، في حين وصل الجنيه الذهب إلى 8560 جنيها.
نتحول مشاهدينا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قال فيها بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس إن الأسباب التي تدفع أسعار النفط للارتفاع ما زالت قوية حتى بافتراض حدوث صدمات سلبية، مع بقاء عجز في المعروض أكبر مما كان متوقعا في الأشهر القليلة الماضية. وأضاف البنك أن توقعاته لأسعار خام برنت القياسي العالمي للربعين الثالث والرابع هذا العام تقع في نطاق ما بين 110 دولارات و 125 دولارا للبرميل، وذلك مقابل 140 دولارا و 130 دولارا للبرميل في تقديراته السابقة. كما أبقى البنك الأمريكي على توقعاته للأسعار لعام 2023 عند 125 دولارا للبرميل. نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة لفاطمة وياسر، إليكم.